ومعنا من بيروت المحلل السياسي اللبناني نبيل حلبي. مرحبا بك سيد نبيل. إذن قمة عربية اقتصادية لم يحضرها أغلب الرؤساء، يعني إلى ما ترجع هذا العزوف من رؤساء دول عربية عن قمة بيروت؟ أولا مساء الخير. يعني طبعا عزوف ومقاطعة يعني رؤساء وملوك الدول والأمراء الدول العربية عن المشاركة في القمة الاقتصادية في بيروت يعود الأمر إلى موقف سياسي طبعا من الواقع السياسي اللبناني، من الحكم في لبنان الذي سلم جميع المؤسسات الدولة اللبنانية إلى حزب الله ومن خلفه إلى إيران، وهذا الموقف معروف ونحن نعلم يعني حتى في خلال إعداد هذه القمة كيف استطاع يعني مجموعة من الشباب المحسوبين على ميليشيا شيعية متشددة أن تنتزع أعلام يعني دولة ليبيا الشقيقة الحرة والتي كانت يعني مديرية المراسم في رئاسة الجمهورية قد وضعتها عند طريق المطار وصولا إلى القاعة التي ستنعقد فيها القمة العربية، وكيف أن يعني عدد من المسؤولين الأمنيين هددوا بعدم إعطاء تأشيرات دخول للوفد الليبي ولرجال الأعمال الليبيين إلى لبنان. يعني هذا الموقف الطائفي الذي يضع المؤسسات السياسية والدستورية والأمنية اللبنانية عند الإيراني، يعني هذا الأمر لابد من موقف سياسي من الأشقاء العرب حيال هذا الوضع. يعني القمة أكدت في بيانها الختامي ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الصهيونية. ما أوجه هذا الدعم في ظل الانقسام الفلسطيني وعدم وجود رؤية عربية له؟ يعني طبعا نعود إلى المشكلة الأساس، يعني هناك العديد من الدول التي تدعي الممانعة والمقاومة والتي تدعي حمل القضية الفلسطينية، نراها في واقع الأمر يعني أكثر الدول المتآمرة على قضية وصمود الشعب الفلسطيني. يعني إذا أخذنا وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق بعد الغزو الأمريكي للعراق، كيف قامت الميليشيات الطائفية بالتنكيل باللاجئ الفلسطيني العراقي حتى دفع به الأمر إلى اللجوء إلى الصحراء على الحدود الأردنية لأشهر ثم انتقالهم إلى أمريكا الجنوبية من أجل تصفية ملف حق العودة، وكيف أن النظام الممانع الأسد كيف دمر المخيمات الفلسطينية وحاصرها حتى الجوع وأصبحوا الآن في الشتات بين أوروبا وبين لبنان، وكيف أن دعاة المقاومة في لبنان منعوا الفلسطيني اللاجئ في لبنان من حق التملك وحق العمل. هل هذا يعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والتمسك بملف حق العودة، أم أنه يهدد بطي هذا الملف وتصفيته نهائيا وتحويل اللاجئ الفلسطيني مرة أخرى إلى مهاجر إلى دول الغربية؟ ما دمنا نتحدث عن اللاجئين أستاذ نبيل، القمة أيضا حذرت من تفاقم أزمة اللاجئين، يعني ما الجهود العربية المبذولة لوقف أسباب اللجوء قبل التحذير من هذه الظاهرة؟ ونؤكد هنا تصريح الرئيس ميشيل عون حذر من خطر اللاجئين السوريين على أراضيه، يعني ما الخطر الذي يمثله أيضا اللاجئون على لبنان إذا كانت حكومته حكومة عون لا توطن اللاجئين؟ يعني من الناحية القانونية لبنان غير موقع على اتفاقية اللاجئين لعام 51، ولكنه متعهد وفق المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعني عدم إقفال الحدود أمام أي لاجئ يعني هارب من الاضطهاد. ولكن السؤال الكبير، يعني نحن كحقوقيين بالدرجة الأولى وكمتضامنين مع ثورة الشعب السوري الشقيق ضد نظام الطاغية، نؤكد على حق العودة للاجئين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم الأصيلة في سوريا وفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن وهو قرار ملزم، ولكن العودة الآمنة والكريمة وليست العودة إلى سجون الأسد. وبالتالي اللجوء في لبنان كانت له أسباب، وإذا لا تزال هذه الأسباب موجودة لا يمكن الحديث عن أعباء اللجوء في لبنان وعن إلزامية عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا ليخدموا في جيش النظام ويقتلوا الشعب السوري.
نعم. ودعونا نقول أيضا بأن سبب اللجوء، إحدى أسباب الرئيسية للجوء السوريين إلى لبنان هو حزب الله. ميليشيا شيعية لبنانية محسوبة على إيران قامت باحتلال بلدات حدودية لبنانية مع سوريا. نعم. يعني بلدات حدودية أصلا سورية مع لبنان مثل القصير وغرب حمص والقلمون والزبداني. نعم. وكانت قد سببت هذا التهجير الكبير السوري باتجاه لبنان. فهل هذه المشكلة تمت معالجتها حتى نتحدث عن عودة اللاجئين إلى هذه البلدات؟ نعم هنا السؤال. ولبنان ولبنان يتحمل مسؤولية أخلاقية السماح بهذه الميليشيا الطائفية نعم. بالعبور الحدود لقتل الشعب السوري واحتلال بلداته وتهجيره طيب. قصرا إلى لبنان. سيد نبيل، الأمر لا يمكن نعم. يعني أن نغسله وأن نتجاوزه. أخيرا بالمحصلة، كيف ترى القمة العربية الاقتصادية وما خرجت به من مقررات باختصار لو سمحت؟ يعني قمة فاشلة بامتياز إن كانت على مستوى التمثيل كغيرها من القمم يعني تماما، ومن حيث المضامين كغيرها من القمم فهي حبر على ورق، لأن المنظومة العربية والنظام العربي يعني ذاهب إلى الأفول وليس له أي دواء حتى الساعة مع الأسف الشديد. شكرا جزيلا لك من بيروت، محلل سياسي لبناني سيد نبيل الحلبي.